تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين حيث دار حديث ودي. حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وفي إطار حرص السيد الرئيس على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، قام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولاً للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مروراً بأعلى شارع العروبة وترس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين حيث دار حديث ودي، حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. ولادك دول؟ ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ سواء إيه؟ عربية ايه؟ العربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ 100 جنيه مرة 120 كده. بتاعتك العربية ولا شغال عليها؟ لا شغال عليها، سواء عليها. ازيك يا ست؟ ازاي صحتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. منور البلد. ده انت اللي منور. ساكنين فين؟ البساتين. البساتين. بتدفع ايجار قد ايه؟ والله بدفع 1200. ليه؟ والله العظيم مصدقك، ما تحلفش، مصدقك. الحمد لله على كل شيء. طبعا طبعا. مش عايز حاجه؟ مش عايز حاجه يا سيدي؟ صحيح. خلي بالك عشان الله رايح اكشف عليهم واعمل ايه. ربنا يخليهم لك، ربنا يخليهم لك. مش عايز حاجه؟ الله يبارك لك. طيب، سلام عليكم.